قالوا الوزير رفع اللبن، واللبن في الصيدليه ب 71 جنيه، هنجيبه منين احنا ب 71 جنيه؟ توأم ولبن بياخد 70 جنيه ياكل بيته وعياله ولا يجيب لبن للتوأم؟ الاطفال دي تموت. المدام قالها انا اوريها لك. لموت الاطفال دي اللحمه ب 100 وساكتين، والرز ب 10 وساكتين، والسكر ب 10 وساكتين. هنسكت امتى تاني؟ حرام. طب واللبن بتجيبيه من بره بكام؟ انا واحده باخد 60 جنيه. اللبن ب 60 ثلاث ايام، بقالي ثلاث ايام هيعملوا ايه؟ 60 جنيه فين؟ هنجيب منين؟ معايا ابني عنده 6 شهور، هاكله ايه؟ وما عندوش نقطة لبن في البيت، وجاية من المنيب عشان اجيب له منين اللبن؟ اروح اجيب منين بقى لبن؟ قولي لي انت تسيبي الاطفال تموت يعني؟ ناكله ميه اكل عشان يموتوا؟ ابني يا امها ميت وما فيش حاجة نجيب لها بيها لبن خالص، بابوها ارزاق وانا ستة جاي اخد لها لبن. حرام ما يعملوا فينا كده، ويخبوا اللبن جوه وما يردوش يدوا الشعب. مش له نقطة لبن اهي. تعالى اسيب العيلة دي تموت. الكلام ده طبعا كان يوم الخميس اللي فات، ويعني قامت الدنيا ولم تقعد، سواء في الشارع المصري المواطنون بشكل عام او على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. يعني حقيقي الواحد ظن للحظات ان هيكون في أزمة حقيقية ان لم تحل موضوع لبن، او يحل موضوع لبن الأطفال ده تحديدا. وفي يعني بعض السويعات القوات المسلحة نزلت وحلت هذه المشكلة. خلينا نقول ان في بعض الناس او الأمهات تحديدا اللي كانت عندهم المشكلة، بكل تأكيد أهم حاجة بالنسبة لهم ان هذا الموضوع يحل، ولو بشكل مؤقت الى ان يتم الحل بشكل جذري فيما بعد. دول يعني أراحت صدورهم موضوع ان القوات المسلحة نزلت وحلت هذه الأزمة بشكل كبير جدا. جانب آخر من الشارع المصري ومن المصريين، واللي كانوا يعني بشكل او بآخر يعني لاموا الحكومة بشكل كبير جدا على هذه الأزمة، الحكومة تحديدا لانها سبب هذه الأزمة. والجانب الآخر بعض الناس ايضا يعني لاموا الحل، لاموا القوات المسلحة على نزولها ودخولها في هذا المجال تحديدا. بغض النظر عن الثلاث اتجاهات، اولا المشكلة حلت ولو بشكل مؤقت، وتم الإعلان بشكل خبري وبشكل يومي من جانب القوات المسلحة والمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، ونشر بيان كيف حلت هذه الأزمة، وهيكون في حل إن شاء الله خلال يعني ال 15 أو الأسبوعين دول. يعني ده على جانب. طيب أصل المشكلة كيف تمت وما تم فيها بقى تحديدا، وعلشان نوصل لحل جذري، احنا بيشرفنا النهارده في الاستوديو الاستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيه مواطنون ضد الغلاء. برحب بحضرتك. اهلا بيك. وخلينا اقول باختلاف الاتجاهات وباختلاف الاراء، ولا نسفه من احد، وما عندناش فكره ان احنا نقول دول عندهم حق او دول ما عندهمش حق. احنا عايزين نناقش النهارده مشكله، على ليه ازمه اللبن حصلت اصلا، لبن الاطفال تحديدا. احنا بنتكلم على رضع، الموضوع خطير لانه ما بيمسش كبار وقادرين، لكن بيمس اطفال، قلوب امهات محروقه على اولادها اللي مش قادرين او اللي مش قادره تحصل ليهم على لبن. الموضوع انساني وموضوع يعني من كل النواحي كان سيء للغايه، ادارته كانت سيئه للغايه. سبب الأزمة إيه؟ قبل ما أجاوب على سبب الأزمة، خليني أقول لك إنه دي مشكلة متعلقة بالمستقبل. دي مشكلة متعلقة بعيالنا. صحيح. الولد اللي الست شايلاه ده ممكن يبقى في يوم من الأيام ضابط، وممكن يبقى شرطي، ممكن يبقى دكتور، ممكن يبقى مهندس. لو إحنا نظرنا نظرة مستقبلية، ده المهندس اللي هيبني لي في المستقبل، ده اللي هيحميني. فإذا كان هذا الولد بنيانه ضعيف
فيعني انت بتتكلمي على يعني مستقبل اكيد هيبقى ضعيف، مستقبل جيل صحيه. يعني في شركه من الشركات اللي بتشتغل في مجال صناعه الالبان جت في لحظه احنا قلنا لهم ان في قريه في المكان الفلاني نسبه الحديد في العيال اللي عندهم انيميا، فراحوا ودوا لهم عبوات لبن صغيره وحطوا نسبه حديد زياده فيها. هو ده اللي المفروض يتعمل عشان العيال دول يكبروا يبقوا عندهم القدره على تحمل المسؤوليه واصحاء. وغير كده الطفل الصحيح ذكي، يعني تستطيع ان تنمي ذكاء الولد ده بالغذاء السليم، تمام؟ فاذا هذا الغذاء السليم غير متوفر في مهده وفي بدايه حياته، يبقى احنا كده بنتكلم على مستقبل مظلم ومستقبل بيودي في 60 داهيه. انا بامانه شديده واحد من الناس اللي حسوا بالمشكله دي زمان، وانا بربي ابني الصغير النمره 2 كان ما رضعش، قعد 3 شهور تقريبا وبعد كده رفض الرضاعه. اضطريت كنا بنروح نجيب له اللبن يعني ما اعرفش انام بالليل الا لما اجيب اللبن. تمام؟ يعني انا وانت ممكن دلوقتي ادخل البيت، حضرتك تخش البيت دلوقتي ما تلاقيش اكل عندك، تاكلي اي حاجه، ممكن عيش بملح. خلاص انت ما عندكش ازمه. انما ده مش هينفع لا ياكل عيش بملح ولا ياخد الحلول بتاعتنا اللي الطبيعيه، لابد ان يشرب لبن. وبالتالي هذا اللبن واجب ان انت تحضريه كدوله، تمام؟ الدوله المصريه مطالبة وبسرعة بأنها تعمل ده لأنه ده مستقبل. أنا بقى عايز أقول لك حاجة خطيرة جدا في الموضوع. القرار، أنت لو رجعت للقرار اللي أصدره وزير الصحة، قرار يموت في الضحك. وعلى فكرة القرار ده لو خدته لجنة مشكلة من مجانين في مستشفى العباسية، وأقسم بالله كان هيعملوه أفضل من كده. قرار أول حاجة فيه يقول لك لازم الست اللي تاخد لبن مدعم دعم كامل لازم يبقى عندها 3 توائم. طب افرض انا ربنا كرمني بعيل واحد، بلاش عيل، عندي توأمين 2 مع بعض، يقول لك لا 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 لازم يبقوا 3. طب ليه 3؟ واضح ان هو عنده عقده من رقم 2 او رقم 1 فقال لك 3. اللي خد القرار الهزوء بقى في اللي جاي، الحاجه المسخره في اللي جايه، الحاجه اللي تجنن في اللي جاي، ان لابد من فحص ثدي الام قبل ما اديها اللبن. يعني انا هلم النسوان دي، اسف التعبير من الاخر كده انا قفلت، هلم الستات دي واروح بيهم افحصهم وبعد كده اديهم لبن، اديهم لبن مدعم، ولا لازم ازل الناس دي؟ لا هو ده قرار يتاخد. ما هو اصلا اللبن المدعم اصلا يعني الام الاول بتروح بيتم القاء يعني عمل كشف وفحوصات طبيه ان هي ما يعني بالبلدي كده مش هتقدر ترضع رضاعه طبيعيه، وبالتالي بتاخد جواب انها مش يعني غير قادره على الرضاعه الطبيعيه، وبالتالي هتحصل على لبن ده المدعم. كلام بالنسبه لاحق لسه جديد. ده لاحق لسه جديد. لا مش قديم. انا اعتقد ان هو قديم. لا 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 لا, ما لا قديم يا بص محمود. بص هقول لك على حاجه، لو انت حسبتيها هو الطبيعي جدا انه الناس دي تاخد دعم ولا ما تاخدش، يعني الست دي اللي واقفه حالا بتقول انا مش عارفه ارضع بنتي، اجيب لي بنتي رضعه وعماله تشاورلك بالبيبرونه، اوكي؟ هل من المنطق ان انا احرم دولة واروح ادي 75% من دعم الطاقه لمجموعه من رجال الاعمال؟ يعني هو انا طول الوقت هفضل ادعم في دول ليه؟ ما هو دول رضعوا في ضرع البلد لغايه اما جفت. كفايه ان انت بتدي دول دعم، يعني مين يقول يخفضوا اسعار الغاز 40% لبتوع الحديد، يخفضوا 19% في الكهرباء بتوع الحديد والاسمنت، وانا على الجانب الاخر واحده ست واقفه عماله تهز لك الببرونه وتقول لك والنبي عايزه لبن، ولازم ازلها واروح افحصها واروح مش عارف اوديها مش عارف فين واعمل لها ايه؟ ده مش منطق. المنطق السليم بيقول ان هذا 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 الولد ايا ما كانت الظروف، هذه الست وابنها وبنتها لهم حق في ضرائب البلدي، احنا بندفع ضرائب. انا عايز اشوف الضرائب بتاعتي دي بتروح فين. احنا اللي بندفع الضرائب، الناس دول هم اللي بيدفعوا الضرائب. والاغنياء 10% بس من الاغنياء هم اللي بيدفعوا 10% من حصيله الضرائب بيدفعها رجال الاعمال. وال60% بيدفعها الناس الغلابه والموظفين واللي رايحين واللي جايين، و30% بتاعت الشركات الحكوميه. احنا اللي بندفع الضرائب، احنا اللي المفروض يعود الينا تعود الينا الضريبه دي في صوره خدمه، ترجع لي في صوره علبه لبن للعيل الصغير ده. انما طول الوقت انا عمال ازل الناس الغلابه دول، انا بديهم دعم. وانت على الجانب الاخر بتروح تخفض لهم في اسعار الغاز وتخفض لهم في اسعار ده. في واحد اسمه احمد اعرفه وبياخد 19% من دعم الكهرباء في مصر كلها في مصنع واحد بتاع حديد في اسكندريه. 19% بياخد تلت دعم الكهرباء.
او ما يقترب من تلت دعم الكهرباء. طب احنا مش عايزين نخرج عن الموضوع ده. لا انا ما بخرجكيش بس عايز اقول لك هم دول اولى. مين المسؤول عن هذه الازمه؟ خصوصا ان الواحد تفاجأ ان احنا ما عندناش اصلا ازمه لبن، ان اللبن موجود. مين اللي مسؤول؟ المسؤول عن الكلام ده وزير الصحه والرئيس الوزراء، وكلاهما يتحمل مسؤوليه العيال الصغيره دي. انا مش شايف مبرر ابدا. انا بقول انت عارفه ليه الجيش تدخل ومش عارفه؟ يعني انا جايبه حضرتك عشان نحاول نناقش. عايز اقول لك المشكله ازاي بدات والى ان وصلت الى الحل. عايز اقول لك الجيش تدخل لانه هو عنده حاله استعداد لمثل هذه الازمات. هو الناس مش قادره تستوعبه. ما هو برضه الجيش لما يدخل عشان يدعم الحدوته دي بيدعم عيل هيبقى في الجيش فيما بعد. ما هو ده ابنه. هو هذا الولد الصغير هو ابن المؤسسه العسكريه. هو مسؤول عن الامن القومي وده احد افرع الامن القومي زي ما بيقول، والدستور يعني قايل دوت ولازم يتدخل. بس الفكره ان الناس كانت عندها حاله من الاستغراب، ان طالما في لبن المشكله جت منين؟ النقص اللي حصل ده مره واحده او يعني الامهات ما لقتش مره واحده كده لبن ومره واحده لقت اللبن بقى موجود. المشكله عند مين؟ المشكلة عند الحكومة. طيب لو المشكلة عند الحكومة وبيقولوا ان الموضوع كان مجرد بس في اجراءات ان هم عايزين يطبقوا منظومة الكارت الذكي من ناحية، وفي نفس الوقت علشان يبعدوا عن السرقة والنصب وعشان يبعدوا عن الاحتكار وكل دوت جميل جدا، بس عملية التطبيق نفسها يعني بهدلت الناس. تعرف ان بيوزعوا في 1005 منفذ. يعني بدل ما كنتي بتتكلمي على 60,000 مش عارف كام، اكتر من 60,000 صيدليه، بتتكلمي على 1005 منفذ. هم اللي بيوزعوا لكل البشر دي. يعني البشر دول مطالبين، يعني لو رحت منفذ وتراكم على تزاحم عليه الناس ممكن الاساس ما يعرفش يشتغل. صحيح. الطبيعي جدا ان انا كنت احط الحاجات دي في الصيدليات زي ما انا بعملها. تمام. ممكن بقى في سلبيات بتتعمل اراقبها. عندي رقابه وعندي تفتيش افعل الناس دي. انما انا طول الوقت أنا الأضرار اللي عندي كبيرة دلوقتي. هستأذنك إن إحنا حابين كمان نسمع رأي الشارع ورأي الناس في مصر حوالين هذه الأزمة وما أثير وما زال يثار حولها. أستاذ أحمد من الدقهلية، مساء الخير يا أستاذ أحمد. مساء الخير يا باكر. أحمد من الكاوي من المقاطعة مركز السنبلاويين. أهلا وسهلا بيك، اتفضل. حضرتك يا باشا، دلوقتي لما الرز غلي قلنا مش هناكل الرز. لما الدواء غلي وضافوا عليه 20% مش عايزين نتعالج، عاوزين نموت. 30% اللبن بتاع الاطفال برضه يتمنع خالص. ليه؟ اولا يا باشا دي حاجه مفتعله ضد الدوله والحكومه ما بتمشيش. انا حاسس بقى ان بلدنا مفيش حكومه. اقسم بالله لو دي في بلد ثانيه للحكومه تستقيل فعلا، لان لبن الا الاطفال بالذات. هنموت الاطفال ازاي؟ طب مش عاوزين ناكل رز ومش عاوزين نفوق. طب خلينا نقول ان الازمه اتحلت بالفعل يا استاذ احمد، بس عشان نبقى واضحين على الواقع. عاوزين نشوف الحل. وفي دفعات من اللبن هتيجي 15 سبتمبر، فاحنا برضو احنا مش بصدد ان احنا نلاقي حل للازمه، احنا بصدد ان دراسه هذه الازمه كيف تمت ولماذا تمت وايه اللي تم فيها وصولا طبعا للحلول اللي وجدت مؤخرا. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ. اسمعيني لو سمحتي. اتفضل. اسمعيني لو سمحتي. طب اتفضل. أولا أنا عاوز أشوف على الواقع. أنا بسمع في التلفزيون تأثيرات سياسية. بسمع كلام مرسل وبسمع من أي مندوب يعني متحدث إعلامي باسم أي وزارة. بناءه واحد بيتكلم كويس ويجيبوه. أنا عايز يبقى فيه حل على الواقع. أنا عاوز في الواقع، أنا من الشارع. عاوز أشوف في الشارع. فيه اللبن موجود، الرز يرجع تاني والسكر. ايه ده كل انا بقول الزياده بتحصل كل يوم ثلاث مرات، اليوم ثلاث مرات زياده. كنا بنشوف الاول كل سنه زياده وكل شهرين ثلاثه في حاجه زياده. انما في اليوم ثلاث مرات زياده. انا ابعت الواد يجيب الطلب اخد كام يا بابا؟ ما اعرفش. شاب بيسال كده انا ما اعرفش الدنيا فيها عندك. اسال الاول وشوف، وبكلمني في التليفون ابعت لك الباقي. فما عادش الوقت دي امان. انا عاوز سياده الرئيس السيسي يتدخل في هذا الموضوع، لان في حاجه مفتعله ضد الدوله. المفروض يوجه خطاب للشعب، ما يسيبش الشعب يخبط في بعضه. لان فعلا الشعب بيخبط في بعضه. ما ينفعش كل يوم زياده في سلعه في السوق. انما وصلت للاطفال كمان، يبقى دي حاجه مفتعله ضد الدوله ضدنا فعلا.
وضد الشعب، لان الاطفال دي هي جيل المستقبل. فما ينفعش الكلام ده. فكرتك وصلت يا استاذ احمد. يعني استاذ احمد وجهه نظره ان الموضوع يعني في مؤامره، في مؤامره. يعني هو بيقول ان مؤامره ضد الدوله، ضد الـ 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 المصريين نفسهم. يعني ما يحدث من غلاف الاسعار بشكل عام وصولا الى لبن الاطفال، يعني دي مؤامره. خلي بالك ان الناس دي بتفهم. يعني بتفهم، هو شايف انه مش مشكله واحده بس بتتصدر للمجتمع، ده في عده مشاكل. يعني انت لو حسبتي كل المشاكل اللي مرت عليك مثلا الاسبوع اللي عدى، بس تعالي نحطها مع بعض كده ونحطها قدامنا ونحلل الحكايه، هتلاقي اكيد اللي بيصدر لك المشاكل دي عايز يعمل لك حاله بلبله في البلد، عايز يعمل لك حاله قلاقل ومشاكل وصراعات وكلام من. خلي بالك انه النهارده الرئيس في الهند مش كده برضو، هو طالع يشتغل شغل خارجي، عايز يصلح علاقاتنا بالخارج، عايز يعمل شغل مع الخارج. هو شايف عنده مشكله في السياحه، وعنده صحيح. مشكله في الاقتصاد، وعنده مشكله في مليون مصيبه، تمام؟ فعايز يطلع بره عشان يحاول يعمل حاجة. في الداخل بقى هو ممكن بيعاقب على اللي بيعمله في الخارج. يعني خلي بالك، انت فاكرة لما حصل، لما العشر تلاف فدان قمح اتزرعوا وراح فتحهم، بعدها حصلت سلسلة حرائق محدش خد باله. سلسلة حرائق مستحيل ما تكونش مفتعلة، لانها حصلت في عشر ايام متلاحقة ورا بعض، كل يوم تسمع حريقة. تمام؟ المواطن المصري او يعني في الشارع مش هيفرق معاه مؤامره ولا مش مؤامره. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، انا عايز الاقي لقمه نظيفه اكلها، الاقي لبن لابني الرضيع يوم ما احتاجه الاقيه، بغض النظر بقى يعني وانا ما بحبش اتكلم عن جو المؤامرات بصراحه، بس الفكره ان انا الاقي قوت يومي، الاقي اكل، الاقي يعني في الاخر الجنيه اقدر انزل اشتري بيه اكل لاولادي، يعني ما يبقاش يعني مستهلك. طب يعني نجادل خلاص بعض، نعمل بس في نقطه مهمه انا كنت عايز اسالك عليها. نعمل حاجه، نجادل بعض بس في حاجه. السكر بخمسة جنيه يبقى بثمانية ليه؟ 3 جنيه مره واحده، لا دولار ولا مش عارف ايه ولا ايه ولا الحركات دي. ده السكر متخزن عندنا من 6 شهور. يغلى من 5 ل 8 مره واحده؟ لا، في حد بيعمل حاجه؟ واقسم لك بالله. طب ما تيجي نسال الشارع، نسال الناس. استاذه صفاء، مساء الخير. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا مدام؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. لو سمحتي انا عايزه اشكر الاستاذ محمود عسقلاني جدا، لان هو بيحس بالناس. حتى في اللبن حاسس بالناس، فاحنا نفسنا في ناس كتير تكون زيه، تحس بالناس كده. الرز غالي، السكر غالي، اللحمة غاليه، ما هي لو الأمهات دي بتاكل صح كان اللبن نزل. رضعت صح. لو الأمهات دي بتاكل صح ما كانوش وقفوا وتزلوا الذل ده. وبعدين اللي ماسكين البلد بيستخفوا بعقولنا بصراحة. إزاي يا أستاذة صفاء؟ بيستخفوا بعقولنا، وقفوا قدام المصرية مش عارف لإيه عشان يشتروا. لا، ده بيتباع في الحتة الفلانية، لا ده الجيش هينزل عشان ينقذ اللبن. طب لو الجيش ما بينزلش، احنا مين اللي هينقذنا؟ في كل حاجه الجيش هينزل. هو المشكله فعلا ان دايما بيتم تصدير المشاكل، وفي الاخر بتنزل قواتنا المسلحه وبتحل الازمه، لكن اصل الازمه الحكومه اللي المفروض انها مسؤوله عن حل المشاكل. الحكومه بكل مستوياتها ما هياش موجوده وغايبه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذه صفاء، عشان بس يعني نحاول قدر الامكان ناخد اكبر عدد من الاتصالات عشان ناخد اكبر عدد من اراء الناس، عل وعسى ان يكون يعني بعض المسؤولين بيسمعوا لينا دلوقتي، لانهم بيسمعوا لراي الناس في الشارع. احنا طبعا شفنا يعني حاله الانفجار اللي حصلت على السوشيال ميديا، واحنا مش بصدد ان احنا نتحدث عنها بشكل كبير، احنا عايزين نشوف اسباب المشكله ليه تمت، خصوصا وده اللي هيكون سؤالي بقى الموجه، ان الدكتور عادل طلبه رئيس مجلس اداره الشركه المصريه لتجاره الادويه قال ان هناك رصيد البان للاطفال بيكفي 5 شهور. امال المشكله فين؟ المشكله ليه تمت؟ المشكله عند الوزير في سوء الاداره، المشكله عند الوزير في القرار الاخير اللي طلعه، المشكله عند الوزير انه خد الحصه دي اللي بيوزعها الاف من الصيدليات
واختزلها في 1000 مكان واحد 1050 منفذ تمام. فيعني انت من الاخر كده، انت لو عندك مثلا بتشتغل في سلع مثلا زي اللحوم، واللحوم دي بتوزع على 100,000 جزار افضل ولا تتوزع على 500 ولا 1000 جزار افضل؟ كل ما يعمل انتشار افقي للناس اللي هيوزعوا السلعه كل ما ده بيبقى متاح للناس افضل. يعني سوق توزيع، سوق توزيع وقرار قراقوشي. يعني قرار، يعني انا بقول لك هذا القرار لو جرى اتخاذه في مستشفى المجانين كان هيطلع افضل من كده. تمام استاذ محمد، مساء الخير. اهلا، مساء الخير يا فندم. اتفضل مداخلتك وسامعين رايك في موضوع البان الاطفال. ربنا يخليك تبارك. بالنسبه لمشكله البان الاطفال، انا الحقيقه كنت معاصر هذه المشكله، وكنت يعني عايشها من حوالي 4-5 شهور مع حد من الدولة. مشكلة الألبان دي يا فندم، كانت القوات المسلحة عملت إعلان بين الشركات بتوريد 40 مليون كنز. كنز يعني علبة لبن، 40 مليون علبة لبن. القوات المسلحة أخذت علبة اللبن دي $2.10 من الايه، من الموردين، من الشركه اللي رسمت عليها المناقصه. طيب بالاضافه ل 5% مصاريف توزيع، يعني الكنزه كلها تعمل. طيب معلش يا استاذ احمد، يا استاذ محمد انا بعتذر لك لان الصوت مش واضح، معلش اقفل وحاول تتواصل معانا مره تانية علشان بس الصوت نبقى سامعينه بشكل جيد. يعني معانا ايضا على الهاتف الاستاذ دكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه. مساء الخير يا دكتور خالد. تنور يا فندم. اهلا بيك. ويعني هل المشكله فعلا هي مشكله توزيع، سوء توزيع؟ هي المشكله انه ده تعديل، يعني هي سياسه تنظيميه الناس تاخد اللبن منين، هي دي المشكله. النهارده احنا قرار وزير الصحه بيقول انه ناس المواطنين اللبن الالبان المدعمه يتم صرفها من خلال وحدات الرعايه الاساسيه وليس من خلال صيدليات ولا شركه مصرفه. طيب هل تم الاعلان عن ده بفتره كافيه لامهات مصر علشان يعملوا حسابهم على هذا الموضوع ولا لا؟ يا فندم تم الاعلان عنه من شهرين. من شهرين فاتوا، الاعلانات دي كانت فين يا فندم؟ كانت متكرره في كل وسائل الاعلام يا فندم. انا اصدرت بيانات رسميه واعلنت واتكلمت زي ما بتكلم مع حضرتك دلوقتي في كل وسائل الاعلام عن لا ده دلوقتي انا بتكلم. الاعلان ده نزل امتى يا فندم؟ ايوه يا فندم بقول لحضرتك نزلت اعلان. انا ما شفتش البيان ده. شهرين وانا بدات اتكلم عن منظومه ميكانه الالبان. كل ما نخلص محافظه بننتهي تتم الانتهاء من ميكانتها كنت بطلع واعلنها. احنا اتكلمنا في الكلام ده كتير يا فندم، وعشان بس حضرتك تكوني عارفه المشكله ان طالما اتكلمتوا في الموضوع ده كتير ولم تحدث استجابه فاعرف ان صوتك لم يصل الى امهات مصر. لا يا فهناك فندم خطا. ما انا عايز اوصل لحضرتك ان انا صوتي وصل، بس في مشكله اخرى. ايه هي؟ ترفض هذا القرار، هذا القرار بيرفضه ناس لهم مصالح معينه في رفضه، وهم اصحاب المصالح من ان الالبان تظل في دايره فيها تهريب للالبان وتسليب للالبان، عشان ده مصالح ناس كتير وتجار كتير انه يطلع للسوق السوداء وان هو يباع بره ويروح لمصانع الحلويات. دي مصالح يا فندم. هو النهارده منطقي ان كل واحد اما تعدموا اي حد بيعمل الحكايه دي يا دكتور، طلعوا قانون، طلعوا قرار اللي يمد ايده على لبن اطفال ويوديه مصنع حلويات يعدم في ميدان عام، ياخد 25 سنه سجن. لا القرار ده مش بتاعنا يا فندم، ده بتاع جهاز. امال يعني انا هم دلوقتي من امن العقوبه اساء الادب، الراجل اللي بياخد اللبن ويوديه مصانع حلويات ده نقص رقابه ونقص اداره من الدوله المصريه ونقص حسم. انت الراجل اللي مد ايده على علبه لبن ويوديه مصنع حلاوه خده وحطه في ميدان عام واضربه، الراجل بتاع كوريا اللي بيعدي يكسر الشاره المسدس بيضربه دلوقتي. علشان احكم الرقابه على الالبان خليت الالبان يتم توزيعها داخل وحدات الرعايه الاساسيه. كم وحده بقى يا دكتور؟ قول لنا كم وحده بقى؟ 1005 منفذ على المستوى. ال 1005، طب ليه 1005 ما خليتهاش 1006 عشان حسد يعني ولا ايه؟ يا 1005 دي جت ليه؟ هو ضرب. 1005 دي بدل كم صيدليه؟ يا فندم يعني هم كانوا اقل من ذلك، تم زيادتهم ل 1005 وهيتم زيادتهم بنهايه هذا الشهر ل 1600. يعني ال 1005 دول يروحوا للملايين من الاطفال؟ في مليون عبوه لبن داخل المنافذ، الناس لما تروح هتلاقي اللبن يا فندم بتخرج بشهاده الميلاد. وامبارح لما الناس نزلت
الساعه 2 الصبح، هو ده اللي منطقي ان الناس تنزل 2 الصبح عشان تلاقي لبن. ومع ذلك سيد الوزير اصدر قرار وطلعنا لهم طياره متنقله فيها البان وراحت وتوجهوا وصرفوا شهاده الميلاد. المشكله مش في الالبان ولا في اماكن الصرف، المشكله ان الناس مش عايزه تقتنع بالقرار. انا النهارده كتاوله بحط نظام وبقول الناس بتقول لي حكايه التوائم دي ايه المشكله فن. موضوع التوائم طيب قرار قرار وزير الصحه قرار القراقوشي لكي يتم صرف الالبان المدعمه للام وراضعها، ايه هي القرارات يعني تحديدا محتاج اعرفها منك او الخطوات يعني القرار. لازم يكون تقدم بشهاده الميلاد عشان تكون مستحقه للبن المدعم. قرار الاستحقاق بالمناسبه كويس ان حضرتك ذكرتيه. اولا الاستحقاق دي شروط وضعتها منظمه الصحه العالميه مضت عليها 113 دوله مصر واحده منهم. ثانيا السيد الوزير تلقى شكاوى عديده من ان في بعض الحالات بتكون تستحق وهي خارج الشروط المكتوبه، فطبيب وحده الرعايه الصحيه ما بيلتزمش فيها، وبالتالي هو اصدر قرار اليوم خلال اجتماعه مع مدير المديريات على مستوى الجمهوريه ومع رؤساء القطاعات قرار بتعديل شروط صرف البان الاطفال المدعمه تيسيرا على المواطنين في الحصول على اللبن المدعم. مين الام المستحقه او الطفل المستحق للبن المدعم؟ مواصفاته ايه؟ ولاده توأم او اخطر. كان الشرط ده توأمين او اخطر. هم قالوا ثلاثه. ولاده توأم؟ انا قال القرار ثلاث توائم. كان القرار ثلاث توائم. يعني نجيب كربون مثلا نعمل نخليها تعمل علب الكربون؟ افرض ان انا عندي عيل. كان القرار ثلاث يموت يعني العيل ده؟ انا عندي عيل وانا راجل فلاح بسيط ما عنديش فلوس ما عنديش دخل. يا فندم حضرتك انا ماليش علاقه بالحاله الاقتصاديه، حضرتك انا ليه علاقه بالحاله الطبيه. الحاله الصحيه للام. انا معاك يا فندم. طب افرض فعلا الام يعني الام غير قادره على ارضاع طفلها رضاعه طبيعيه وعندها طفل واحد فقط لا غير، غير مستحقه وعندها مشكله في اللبن هتاخده. هتاخده طفل واحد وعندها حضرتك ما سمعتش بس فلوس حضرتك بتقاطعني. هخلص كلامك وقولي وانا اقول لحضرتك. والله العظيم سابك تتكلم انا اهو ساكت اهو. اتفضل يا دكتور خالد. اولا اول شرط ولاده توأم او اكثر التوقف الكامل عن الرضاعه الطبيعيه او عدم كفايه لبن الام، بمعنى ضعف في ادرار اللبن من الام. وده بيحدده طبيب الرعايه الصحيه الاوليه، او اصابه الام بمرض مزمن مثل السكر او الضغط او اي مرض يستوجب استخدام ادويه بيتم افرازها في اللبن. وبالتالي بتنفر الرضيع زي الروماتويد او مرض عقلي او مرض موضعي بالثدي. اول حاجه الخامسه هي وفاه الام. وبالتالي كل الاحوال دي معناها ان انا لو الام حققت واحد بس وعندها عدم كفايه لبن الام في الثدي هيصف. دكتور خالد تيسيرا لانه تردد انه في بعض الامهات بيبقى عندها ما كانش في مثلا كلمه مرض موضعي بالثدي، فالاطباء كانوا بيضطروا ان هم يلتزموا بالقرار، فده تم اضافتها في القرار عشان لو اي ام عندها اي مشكله في الثدي. طيب يا دكتور خالد في نقطه ثانيه، يعني حضرتك قلت لنا الجزء المستحق يعني الطفل الرضيع يستحق اللبن المدعم امتى، لكن في جزء اخر متعلق بانه تم الاعلان ان هناك لبن يكفي لمده 5 شهور. ده في لبن يكفي لمده عام يا فندم. انا عندي عام مليون عبوه وفرتها الدوله في مناقصه وزاره الصحه الاطفال المستهدفين. وزاره الصحه اللي قامت بتوفيرها. الدوله يعني بتدعمها وزاره الصحه قامت بتوفيرها من خلال المناقصه. طيب دور القوات المسلحه كان يعني في هذا الوضع طالما عندنا البان موجوده تبع لوزاره الصحه دورها كان في الحل عباره عن ايه؟ انا عايز اسمع من حضرتك. اتفضل. هو ده اللغط يا فندم. احب كويس حضرتك سالت السؤال عشان اوضح. دور القوات المسلحه ملوش علاقه بوزاره الصحه، ده دور ثاني خالص. القوات المسلحه قالت انها هتدعم الصيدليات وليس وزاره الصحه، الصيدليات لعدد معين من العبوات بسعر اقل 50%، اللي هو بيتباع في الصيدليه ب 60 جنيه هي هتدي للصيدليه ب 30 جنيه، وده جزء من مقاومه القوات المسلحه للجشع التجاري الموجود، زي ما عملت مع اللحوم بتعمل مع الالبان. طيب دكتور خالد مجاهد يعني سؤال في منتهى السرعه ولا لا، هل اسعار الالبان المدعمه هيزيد مع الكارت الذكي ولا لا؟ لا اطلاقا يا فندم اطلاقا، ولا 20 ولا 30% ولا الكلام اللي تم نشره خالص. 5 جنيهات وهيظل ب 5 جنيهات. مش هو كان ب 3 جنيه؟ هو يا فندم ب 5 جنيهات. هو اصلا ب 5 جنيهات
واللي اكثر من 6 شهور ب 26 جنيه هو ده اللي الدوله ما بتدعموش، لان الطفل بيبقى بدا ياكل بعد. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزاره الصحه، شكرا جزيلا ليك. اعتقد يعني الامور وضحت بشكل كبير جدا، سواء يعني من جانب الدوله او المسؤولين في الدوله من يعني الحكومه، او من اصوات الناس بقى اللي كانت بتسال وبتتساءل عن موضوع لبن الاطفال، المشكله وحلها. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود عسقلاني، نورتنا النهارده طبعا، سعيد جدا. يعني رئيس جمعيه طبعه المواطنون ضد الغلاء، بشكرك شكرا جزيلا. وخلونا سريعا نروح